الهدى جنانا في ربوع المدمى جامعة الخير في موطني فجره الميمون ترجو مطلعه يا صباح العلم يا بحر الهدى يا جنانا في ربوع المجمع جامعة الخير تهدي موطني. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين ومن اتبع ملته واتسى به إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. معالي مدير الجامعة، سعادة وكيل محافظة الزلفي، أصحاب السعادة والفضيلة، وكلاء الجامعة، عمداء الكليات، ضيوفنا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، مرحباً مشتاقة تسعى إليكم تأنقاً ولباقة، ينفاحها أيها الحفل العالي عبق لباقة وأناقة، ونحن نعقد الآن هنا مع الأنس أسمى علاقة، أيها الحفل البهيج. لم تعرف الإنسانية في تاريخها أساساً يبني نهضتها ويخلد أمجادها كالعلم، ولم يعرف في تاريخ الأمم معول هدم أسقط الحضارات وبدد النهضات كالجهل. فبالعلم تحلق الأمم وتعلو حتى تبلغ ذرى المجد، وبدونه تهوي في مراتع الجهل والتخلف. معالي مدير الجامعة، راعي هذا الحفل المبارك، أصحاب السعادة والفضيلة، ضيوف حفلنا، طبتم جميعاً وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلاً. ومع بداية حفلنا لتخريج الدفعة الأولى من طلاب كلية طب الأسنان، وخير ما نبدأ به حفلنا تلاوة عطرة للطالب أحمد بن عبد الرحمن الضويحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في يوم القطاف، أيها الحفل المرموق، يكرم العلم والعالم والمتعلم، وتسري أفراح الإنجاز بين الجوانح، ويطفح السرور في مقام حميد. وقد تبارى الدارسون يحصدون العلم بمنجل الهمم من أفنان العلوم، وما هذا العرس إلا احتفالاً واحتفاءً بتكريم خريجي الدفعة الأولى من كلية طب الأسنان، وهذا التكريم هو دافع يدلف بالطالب لمواصلة التعلم والعلم. حفلنا الصباحي المقمر بضياء البدور للخريجين من طلاب الكلية في هذا المقام الحميد كلمات تفوج على لسان الطالب أسامة بن عبد المحسن المقحم. الحمد لله نظم الكون وقدره تقديرا، والصلاة والسلام على نبينا المبعوث رحمة وسراجا منيرا، وبعد، معالي المدير، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، وكلاء الجامعة، عمداء الكليات،
والعمادات المساندة. تعال أيها الغريد اعزف لنا ها هنا، لأننا كبرعم صافحته الريح فانفتحا، واليوم لوحت الآمال باسمة، لان الذي ثار وانقاد الذي جمحا. ولنعد عن ذا عائدين لذاكرة جيل الأجداد، عن أحدهم في هذه المحافظة وغيرها، تتفجر الآلام في أسنانه فيتململ على فراشه، أو يدور متوجعا في صحن داره لا يدري ماذا يفعل في نفسه وما الله به فاعل. واليوم ربما حفيده يتلقى أحدث أساليب الطب ومناهجه، ليبلسم مداويا بتدبر لطيف. وهذا أولى ما يتذكر فيذكر وينوه إليه، لأنه وبضدها تتميز الأشياء، حتى يكون الشكر لله والحمد في ساعة يستحضر فيها الحامد الحالين. وهذا أهدى لاستصحاب الشعور الباعث لتعظيم شعيرة الحمد. حفلنا والسنا هنا، ليس الحديث آنفا من نافلة القول ولا من باب الهذر، طولت خطبة ولا يليق بي هنا أن أكون حنيفا للتطويل، إنما هذا أوانه تذكيرا وعبرة، ثم تذللا للخالق سبحانه ورقا. معاشر الكرام، أيها الحفل الكريم، هل أبطأت عن الإشادة بأهل الفضل؟ إن قسمة الشكر عندنا لله أولا وآخرا، على توفيقه وامتنانه. ثم مرحى لدولتي، تحيتي يا وطني، أشواقي يا خادم الحرمين، شكرا يا جامعتي ويصدق فيك، ولقد جمعت فضائلا ما استجمعت، يفنى الزمان وذكرها لم يهرمي، وقد جاءت على محافظاتها فأنشدت، فكأنها البرق يضيء التماحا، ثقب ليل سناه فلاحا. ثم أنت حبي يا كليتي، وأمهليني أهندس نغمات شكري لك، كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. كما لا يفوتني تقديم الشكر الجزيل لعميد الكلية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الأطرم ولأساتذتي الكرام، وأستجمع عزمي وأعالج عباراتي منهنها لتسبقها عبارات الفخر بآبائنا الأفاضل. جزاك الله خيرا يا والدي، أسرك مقامي الشريف هنا وأسعدك مقالي، هذا غراسك وقد أفرع الغصن وطال، والحمد لله الكبير المتعال. معاشر الزملاء، والتهاني تتزاحم، مبارك لكم ورسالتكم إخراج مشهد الابتسامة تبديه الشفاه على مسرح الحياة. واسمحوا لي أيها الجمع الكريم، فقد ازدرد الوقت عقارب الساعة، بقيتم بسامين في زمرة السعداء. حفلنا السار، معشر الفضلاء، أيها الكرام، نستقطع من الوقت لحظات نمتع اللحظة بالمشاهد المعبرة التي تحكي قصة إنجازات هذه الكلية، فعسى الصوت يصحب الصورة في هذا الفيلم على وفاق واتفاق، بأن يجلي ما أريد منهما وبهما إيضاحه. تحظى جامعة المجمعة برعاية أبوية ودعم مباشر من معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن،
حفظه الله، وإنه بتوفيق من الله تعالى ثم بدعم قيادة الجامعة الحكيمة تم تأسيس كلية طب الأسنان بمحافظة الزلفي عام 1432 للهجرة الموافق ل 2012 للميلاد. ومن هنا بدأ مشوار التخطيط وشمرت سواعد الجد لعمل مخلص دؤوب من أجل بناء الكلية، وما كان لذلك ليتم لولا همة الرجال الأشداد المخلصين، وعلى رأسهم عميد الكلية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الأطرم واللجنة الفنية المشرفة على الأساس والتجهيز. سطعت شمس الجامعة وعم ضياؤها، فكانت البداية وابتدأت الحكاية، وراح البناء يشمخ ويعلو لبنة فوق لبنة. وضعت خطة دراسية محكمة للكلية وتمت إجازتها وتحكيمها من قبل أعرق الجامعات العالمية، وعلى رأسها جامعة هارفارد ونيويورك بأمريكا وجامعة أدليد في أستراليا. بدأت الكلية مسيرتها المظفرة بثمانية عشر طالباً شكلت الدفعة الأولى، ثم لما فاح عبير الكلية وانتشرت سمعتها الطيبة ولقيت ما لقيت من دعم غير محدود من قيادة الجامعة توافد الطلاب، وها هي ذي اليوم تضم 116 طالباً. ومضت الكلية تستكمل المسيرة وتخطو في طريق الرشاد، وتتم الإعداد والتجهيز على جميع الأصعدة الأكاديمية والفنية والعلاجية على وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية. ولما لأعضاء هيئة التدريس من شأن بالغ في سمعة أي صرح علمي، عملت الكلية ومنذ البداية على استقطاب أعضاء هيئة التدريس المميزين في كافة تخصصات طب الأسنان. بدأت عملها بخمسة أعضاء هيئة تدريس، ثم على الصرح وشمخ البنيان ليصبح أعضاؤها الآن 48 عضواً، وقد تم ابتعاث 23 إلى الجامعات الأمريكية والبريطانية والسعودية. وتم تجهيز الكلية بأرقى معامل المحاكاة الافتراضية المزودة بشبكة الاتصالات السمعية والمرئية التي تساهم بشكل كبير في تعليم مهارات طب الأسنان قبل السريرية. وتم تجهيز معامل الحاسب الآلي ليكون الطالب على تواصل دائم مع علوم طب الأسنان الحاسوبية. وأما معمل صناعة وتعليم وإنتاج الأسنان فقد تم تصميمه بجودة عالية بحيث ينتج كافة أنواع التركيبات السنية. وبالرعاية الأبوية الكريمة من معالي مدير الجامعة تم افتتاح مبنى العيادات التعليمية والعلاجية لتصبح كلية الأسنان تنافس مثيلاتها من كليات طب الأسنان العريقة. وكان ذلك إذاناً بانطلاق الكلية وبانفتاحها على المجتمع المحلي من خلال تقديم الخدمات العلاجية السنية لجميع منسوبي الجامعة ولأفراد المجتمع المحلي من خلال العيادات التعليمية والعلاجية. وكان ذلك كله بإشراف مباشر من الشؤون التعليمية والفنية بالكلية، حيث بلغ عدد المراجعين 3850 مراجعاً، وقد تم تقديم أكثر من 9683 علاجاً من العلاجات السنية المختلفة. ثم انطلق البحث العلمي، وهو عماد أي مؤسسة أكاديمية عريقة منذ البداية، وحظي بالجانب الأكبر من اهتمام عمادة الكلية، إذ حثت أعضاء هيئة التدريس والطلاب على أهمية البحث العلمي، حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة 33 ICI بحثاً. وعدد الأبحاث المنشورة في سكوبوكس 44 بحثاً،
وعدد الأبحاث العلمية المحكمة في المجالات العلمية 17، وعدد الكتب المنشورة 15. وها هي ذي الكلية تتألق كباراً في السماء، ها هي ذي كحديقة غناء تؤتي أكلها، وهي اليوم تجني الثمار وتجمع حصاد السنين، وهي تقدم ذلك كله إلى الجامعة وإلى المجتمع، تقدم إلى الوطن الغالي أطباء الأسنان خريجي الدفعة الأولى الذين تزودوا بالأخلاق والعلم ليكونوا منابر للعطاء والمعرفة، واستكمالاً للمسيرة المظفرة وبناءً على ما تحقق من نجاح بفضل الله ثم جهود الصفوة الخيرين وبما تمتعت به الكلية من سمعة طيبة ثم التخطيط لافتتاح قسم للطالبات وقبول الدفعة الأولى المكونة من 20 طالبة، نسأل الله تعالى أن يجزي خير الجزاء وأن يجزل الثواب والعطاء لكل من ساهم في بناء هذا الصرح العلمي والعلاجي ليكون في خدمة الوطن والمواطن، ولكي يساهم في تقديم الخدمات التعليمية والعلاجية والوقائية والتوعوية للمجتمع. إنه يوم جني الثمار، يوم الحصاد، يوم الوطن الذي يفخر بأبنائه البررة الذين سيحملون راية البناء والشموخ والعزة. حفظ الله الوطن وحفظ ملكه وولاة الأمر فيه وسدد خطاهم إلى الحق والرشاد. أيها الحفل الذي يكاد يحكيه صوب الغيث منهمرا والبحر لو عذبا، كلية طب الأسنان بالزلفي عراقة وأصالة ومعاصرة وأعداد مأهولة وأفواج تنضم إلى أفواج وكادر زمها للمحل الأرفع، جادلها عميد هذه الكلية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الأطرم بجده وجهده حباً ويقيناً بأن الخلف محمود، وله أعانه الله هنا من الوقت مساحة وحديث لا تنقصه الصراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، المحمود على آلائه ونعمائه، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، في أي صورة ما شاء ركبك، والصلاة والسلام على محمد نبينا ما لاح برق واستدار فلك. معالي مدير الجامعة، سعادة محافظ الزلفي بالنيابة، أصحاب السعادة والفضيلة، سعادة وكلاء الجامعة، عمداء الكليات والعمادات المساندة، مدراء العموم، مدراء الإدارات، مدراء الدوائر الحكومية، زملائي شركاء النجاح، أبناء الطلاب، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا العرس البهيج وفي هذا الصباح المشرق الذي يفيض فرحاً وحبوراً، احتفاء بهذا الملتقى البهي، ونحن نزف هذه الكوكبة فرسان هذا الصباح الذين ملكوا المفاخر علما وخلقا وثقافة وسلوكا، سخروا الفطرية من مواهبهم والمكتسب من المتاح لهم حتى أينع القطاف في هذه الكلية المعمورة، وهم أول فوج يتوج وأول دفعة تتخرج بعد أن قضوا وهكذا المعد وبهذا العدد القليل، وهكذا المعدن النفيس والجليل نادر
ولكنهم إن شاء الله في النفع كثار بعد أن قضوا معنا في هذا الصرح بضع سنين، فساروا في سبيل العلم ليدخلوا فضاء شرف العمل الإنساني وليسهموا بما اكتسبوه وبما تعلموه في مجال طب الأسنان وعلومه في خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، ملتزمين بشرف المسؤولية العلمية والأخلاقية. وما بخلت عليهم الجامعة في شيء ولا الكلية في شيء، بل وفرت لهم كل شيء لتحقيق ما يصبون إليه. أولتهم الجامعة عناية ويدها ممدودة، فلو كانوا في كفها المبسوطة ماء ما تنثر أو زئبقا على ظهرها ما تحدر، فقد نهلوا منها سلسبيلا يرغون به عروقهم، مطلقة لهم مسارات العلم والإبداع منذ تأسيسها، رغم التحديات والصعوبات التي تواجه تأسيس مثل هذه الكليات لما تحتاجه من كوادر نوعية وتجهيزات وأجهزة دقيقة ومعامل وإمكانات مادية ومعنوية. ولكن رغم ذلك وبتوفيق من الله عز وجل، ثم ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام بالعلم وأهله وما تلقاه الجامعة من دعم، ثم ما أولته هذه الجامعة لهذه الكلية من حرص وعناية وبذل، تجاوزنا كل هذه الصعوبات وواجهنا هذه التحديات. ها هم أبناؤكم يقفون أمامكم، نماري فيهم ونراهن عليهم ويدفع فيهم لسوق العمل، متكئين على علم رصين ومعرفة متينة وتدريب مكثف وإعداد متكامل. ها هم يرفعون أيديهم يدعون لكم ويشكرونكم بعد أن وصلت الكلية إلى ما وصلت إليه من التميز في المنهج تحكيما وجودة وإقرارا، وتميزت بمركزها التعليمي والعلاجي في عياداتها ومعاملها المتخصصة في مختلف مجالات طب الأسنان. وتطمح هذه الكلية أن تكون منافسة لمثيلاتها محليا وعربيا، جودة وتميزا، منهجا وتجهيزا، قيادة وإدارة. أيها الآباء، أيها الأمهات، نهنئكم بتخرج أبنائكم، فلذات أكبادكم بوركت مساعيكم وبورك نهجكم، وأظلكم الله بظله عطفا ورحمة وقرة عين في أبنائكم، فقد كان لكم الدور، فقد كان لكم دور واضح في تشجيع أبنائكم لدخول هذا المجال والتفوق فيه. ونعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأبناء. زملائي الخريجين، أبناء الطلاب، أقول لكم وأنا المنتشي بلجة فرحتكم وأنتم تلملمون عزمكم إلى أفق أرحب، راقبوا الله في مهنتكم وأخلصوا لدينكم ثم مليككم ووطنكم، وحافظوا على قيمكم ومبادئكم وأفكاركم، واجتنبوا الأفكار المنحرفة والشعارات المضللة، واجتنبوا قول السوء وفعل السوء وصحبة السوء، بروا والديكم وأدوا حقهم وأحسنوا إليهم، لا تظلموا الناس ولو بحبة خردل، ولا تتكبروا، خذوا العلم من مصدره وارتقوا بذواتكم، وطوروا من أنفسكم وتعلموا وعلموا، واعلموا أن لوطنكم عليكم حقا، ولجامعتكم وكليتكم عليكم حقا، فاحفظوه كما تحفظون أنفسكم، وبلغوا رسالة جامعتكم خير تبليغ، كونوا أمناء على مرضاكم، فأنتم مستودع أسرارهم، وأنزلوا الناس منازلهم، وخالقوا الناس بخلق حسن، قوموا بأداء واجبكم بروح فياضة، ساعدوا الناس والمرضى والفقراء، واكتبوا آثاركم بحسن سيرتكم. وختاما أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وولي عهده وولي عهده لما قدموه رفعة وعزة لهذه الأمة. حفظ الله بلادنا وأمننا وقادتنا من كل سوء. ثم الشكر لصاحب المعالي وزير التعليم على حرصه واهتمامه بتطوير التعليم في بلادنا. ثم الشكر الخالص لقائد جامعتنا صاحب اليد البيضاء رئيس الفريق الواحد معالي الدكتور خالد بن سعد المكرن على دعمه اللامحدود لكليات الجامعة على وجه العموم وكلية طب الأسنان على وجه الخصوص ومتابعته واهتمامه الدائم. ثم الشكر لوكلاء الجامعة كل في تخصصه وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وأخص شكرا وعرفانا مدير عام الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز الموسى والفريق العامل معه وعميد شؤون أعضاء التدريس والفريق العامل معه وإدارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة التشغيل والصيانة والأمن الجامعي وجميع الدوائر الحكومية التي وقفت معنا. ثم أشكر كل من ساهم في دعم هذه الكلية في تخطيطها وتطويرها في مناهجها، وأخص منهم الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الحقيل والأستاذ الدكتور محمد بن عثمان الركبان والأستاذ الدكتور منصور بن إبراهيم المنصور والأستاذ الدكتور خالد بن علي الوزان والدكتور رائد بن إبراهيم السدحان والدكتور سامر بن عبد الله الجطيلي. وأخص بالشكر أخي وزميل الدكتور حسان بن قاسم المشعلي على جهوده المبذولة، والشكر موصول لجميع زملائي فريق العمل في هذه الكلية من وكلاء وأعضاء التدريس وموظفين وفنيين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الحفل الماجد، إذا كان الدفاف بيد ربان واسع الأفق يعرف للمسائل وجوهها الكثيرة ويبلغ في الحقائق أغوارها البعيدة، دانت له بفضل الله المكانة، ونحن في دولة حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووفقه أصغى لها سمع الزمان وأوتيت آثارها حظوة في عالم الوجود، وفرضت بهيبتها على كل من وقف حيالها أن يجمع ما انتشر من فضول ثيابه، وحري بكل سعودي أن يردد هائما من كان من دنياه ينفض راحة فأنا على دنياي أقبض راحيا. حفلنا المرموق مدير الجامعة معالي الدكتور خالد بن سعد المقرن ما ألف الجامعة شتلة إنما أودعت في يده بذرة فتعاهدها حتى أفرع الغصن، وطال يحدثكم وكلكم مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيوف الجامعة، زملائي وكلاء الجامعة ومدى الكليات، أعضاء هيئة التدريس في كلية طب الأسنان، أبنائي الطلاب، يسرني اليوم أن أشارك هذه الكلية الطموحة في أغلى مناسبة لها، وهي تخريج الدفعة الأولى من كلية طب الأسنان. هناك رسائل سريعة أود أن أستعرضها. الرسالة الأولى: الشكر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الذي أنعم على هذه الجامعة بنعم عظيمة. ثم الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو ولي العهد على الدعم الكبير الذي تهيأ لهذه الجامعة، وبخاصة فيما يتعلق برعاية الكليات الطبية. كلكم تعرفون أن من أصعب الأمور وأكثرها حاجة تأسيس الكليات الطبية، فوفق الدراسات يكلف الطالب في كلية طب الأسنان ليتخرج ما يقارب المليون ريال، وهذا لا شك يعتبر
معلومة مهمة لنا لنذكر الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذه النعم، ثم أيضا تقدير الجامعة بكل منسوبيها للرعاية الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين. لابد أن نذكر بالشكر والتقدير زملاء كرام ذكرهم أخي وزميلي الدكتور عبد الرحمن الأطرم قبل قليل، الذين ساهموا معنا في أصعب اللحظات وأشقها وأكثرها حاجة، ولن أعيدهم مرة أخرى، ولكن يدعو لهم الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم خير الجزاء على ما قدموا وبذلوا. فبعضهم حضر الآن وهذا وفاء منه للجامعة، وبعضهم اعتذر لظروفه، ولكن تبقى الجامعة عارفة لفضلهم مقدرة لجهودهم. كما أشكر زميلي الدكتور عبد الرحمن الأطرم الذي رعى هذه الكلية بعد مسيرة عاطرة قاد أخي وزميلي الدكتور منصور المنصور، ثم أيضا الشكر لكل من ساهم من إدارات الجامعة وأقسامها ومنسوبيها في رعاية هذه الكلية. أما أبناء الطلاب فلهم مني كل التقدير، وأسبق هذا التقدير بتقدير لآبائهم وأمهاتهم الذين ربوهم فأصلحوا تربيتهم وأوصيهم بالإحسان في أعمالهم، فالآن بدأ الطريق، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أعمالهم وفي رعايتهم لمرضاهم والمحتاجين رعايتهم، وأن يكون مبدأ الإحسان نصب أعينهم في كل لحظة، فلا خير في عمل لا يلازمه إحسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الرجال المخلصين الباذرين في كل كليات الجامعة وعماداتها وإداراتها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حفلنا وقد طابت مغانيكم، شكرا لكم معالي مدير الجامعة على هذه الرعاية، وإننا لنقدر جميل العناية ونستأذن معاليكم تتويج خريجي هذه الكلية فرسان هذا الحفل، وهم الطالب أحمد بن سليمان الطوالة حاصل على تقدير ممتاز، محمد بن عبد المحسن العلي حاصل على تقدير ممتاز، خالد بن عبد الرحمن الحمد حاصل على تقدير جيد جدا، حمين بن عبد الله الحمين أيوب بن عبد الله الزنيدي، فيصل بن عبد الله النصار، خالد بن سليمان الطريري، علي بن سليمان الحربي، حامل إرث النبوة مشعلا يسعى ونور المصطفى يسعى، أسامة بن عبد المحسن المقحم، طائر رحب الطموح يقينه فوق هام الشمس يبني مصنع، خالد بن محمد بن خاع، يمحو الدنيا سرورا أخضرا طاب عمرا، عبد الرحمن بن سلمان السلمان، ها هنا الأفكار تسمو الرؤى أبواب فخر للمعالي مشرعة، محمد بن عبد الرحمن المقرن، للمعالي مشرعة، يا صباح العلم يا بحر الهدى يا جنان، الطلاب المتفوقون من الخريجين، الأول أحمد بن سليمان الطوالة، عام
الثاني محمد بن عبد المحسن العلي. بين أمواج الضياء المبدعة. الثالث خالد بن عبد الرحمن الحمد. مثلما الأفلاك تجري مسرعة. يا صباح العلم يا بحر الهدى. يا جنانا في ربوع المتفوقون من طلاب الكلية. الطالب محمد بن عبد الله اليوسف السنة الرابعة. فجره الميمون ترجو مطلعه. فجره الميمون. الطالب عبد الرحمن بن عبد الله الطريقي السنة الثالثة. الطالب عبد الإله بن مسفر الربيقي سنة الثانية. الطالب عبد العزيز بن عبد الله النفجان السنة الثانية. الطالب عبد المحسن بن مساعد المطير السنة الأولى. الطالب عبد الإله بن عبد الرحمن العنزي السنة الأولى. يا صباح العلم يا بحر الهدى. يا جنانا في ربوع المجمع. أحسب أنه لا يفوتكم أننا الآن في عصر يفرض على كل قادر ضريبة القدرة، فعليه أن يوالي الأداء. فالشكر للعاملين يرهل، والعرفان لهم يستطيل على دعمهم ومساهمتهم في بناء هذه الكلية. وقد كانت النفقة من أوقاتهم، كتب الله أجرهم ونفع بعلمهم وهم. سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الشايع. سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن علي الرميح. سعادة وكيل الجامعة الدكتور مسلم بن محمد الدوسري. طاب عمرا في حقول المنفعة. ها هنا الأفكار. سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز الموسى. أبواب فخر للمعالي مشرعة. يا صباح العلم يا بحر الهدى. يا جنانا. سعادة عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمران. عانقت صدر الأمان الأشرعة. سعادة مدير عام الإدارة العامة للمشاريع والشؤون الفنية المهندس فوزان بن محمد الفهد. مثلما الأفلاك تجري مسرعة. يا صباح العلم يا بحر الهدى. سعادة مدير إدارات العلاقة العامة والإعلام الجامعي الأستاذ ناصر بن إبراهيم اليوسف. تهدي موطني فجره الميمون ترجو مطلعه. فجره. سعادة الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الحقيل وكيل الجامعة السابق. سعادة مستشار معالي مدير الجامعة لشؤون الجودة والمستشفى الجامعي الأستاذ الدكتور محمد بن عثمان الركبان. يا صباح العلم يا بحر الهدى. سعادة عميد الكلية السابق الأستاذ الدكتور منصور إبراهيم المنصور من المؤسسين لهذه الكلية. سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن علي الوزان عضو مجلس الكلية ومن المؤسسين. سعادة الدكتور رائد بن إبراهيم مستدحان عضو مجلس الكلية ومن المؤسسين.
سعادة الدكتور مازن القطو من كلية الطب البشري. طالب هز الغمام بعزمه غارسا في كل عطر أصبعه. سعادة الدكتور موسى بن خليل أبو فضالة من كلية طب الأسنان. يستفز الكون يروي مسمع. يا صباح العلم يا بحر الهدى. سعادة الدكتور معتز عبد القادر خير الله من كلية طب الأسنان. الخير تهدي موطني فجره حامل. رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد الحمد. طائر رحب الطموح يقينه فوق هام الشمس يبني مصنع. يمنح الدنيا سرورا أخضرا. سعادة الدكتور حسام بن قاسم المشعلي عضو مجلس الكلية ومن المؤسسين. يتقدم منسوبي كلية طب الأسنان بالزلفي بالشكر والعرفان لسعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الأطرم عميد كلية طب الأسنان. وتقديرا للجهود وعرفانا بالجميل يتقدم طلاب كلية طب الأسنان لسعادة عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير، ويقدمون شكرهم لسعادة الدكتور حسام بن قاسم المشعلي، وشكرا وعرفانا لقائد جامعتنا الفتية معالي الدكتور خالد بن سعد المقرن، يتقدم عميد الكلية بتسليم الدرع لمعاليه. يا صباح العلم يا بحر الهدى، يا جنانا في ربوع المجمع، جامعات الخير تهدي موطني فجره الميمون. معالي مدير الجامعة، نستأذنك بأخذ صورة جماعية مع أبنائك الخريجين. جامعات الخير تهدي موطني فجره الميمون ترجو مطلعا. يا صباح العلم يا بحر الهدى.